والآن من اسطنبول يناقشنا حول تداعيات استعراض الحجر الخبير الأمني قحطان الخفاجي. أهلا بك سيد قحطان. الاستعراض تم في ديالى وليس في بغداد، والكاظمي ظهر مع رئيس أركان الحجر أبو فدك. كيف وصلنا برأيك إلى هذا المشهد بعد أسابيع من التوتر؟ حياك الله أختي العزيزة، حيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. بعيدا عن أي تخندق أو اصطفافات، نحلل المشهد الذي رأيناه، نقول عن هذا المشهد أنه خارج سياق الطبيعي للدول وخارج طبيعة الاستعراضات الخاصة بالجيش، وأن اختيار ديالى وبالتحديد المعسكر الذي كان في السابق يشير إلى حالة أخرى، والتوقيت لهذا الاستعراض وإن جاء مع ما يسمى بذكرى تأسيس الحشد، إنما هو كلها رسائل أكثر من كونها رسائل مهنية بقدر ما هي رسائل سياسية عقائدية تنذر بأن هذا التشكيل العسكري هو له أكبر حجما وفاعلية وتأثيرا من الحكومة العراقية. ولعلنا إذا ما تبعنا أن عملية إقامته لم تكن بقرار رسمي من الحكومة، ولم تكن سابقة لهذه الحالة في السنوات الماضية، ووصول رئيس الوزراء حضوره لهذا الترتيب هي جزء وتأكيد على أن كاظمي يتوافق بشكل أو بآخر مع هذه القوة التي طالما تستفحل تكون سببا للا استقرار في المنطقة ولا استقرار في العراق، وبخلاف ما ذهب إليه كلمة الكاظمي عندما قال إنكم جزء من استقرار المنطقة. أنا أقول للأسف الشديد لا، قراءة خاطئة، إنها جزء من لا استقرار العراق ولا استقرار المنطقة. نعم سيد قحطان، هل ظهور الكاظمي خلال اليومين الأخيرين برؤية جديدة لتنظيم علاقته مع الحشد، هل هذا الموقف له علاقة بما قاله أن الحوار أفضل من الحرب الأهلية؟ هو لا يقدر على أن يحاور ولا يقدر أن يذهب إلى حرب أو إلى قوة. أنا في رأيي الشخصي هو أضعف من أن يكون في هذه المهمة بالتحديد، ولكن الرسائل السابقة التي ظهرت أمامنا بدءا من رسم صورته على الأرض وسحقها وقطع إذنه والدخول على مكتبه وإخراج أحد المطلوبين قضائيا ولجوءه إلى السفارة الأمريكية والقول الواضح لبعض عناصر الحشد، أنا أقصد هنا الحج الذي أكد ولاءه إلى أطراف دولية خارجية أكثر من ولاءه للعراق. إذا أنا أقول أن كاظمي هو انساق وينساق إلى الجهة الأكثر تأثيرا في الساحة العراقية، ويا ريت أن تكون أكثر تأثيرا وهي ذات بعد وطني. سيد قحطان دعني أنتقل إلى سؤالي الأخير. قبل الاستعراض كانت هناك بعض الفصائل تلمح لإعطاء مهلة جديدة وأيضا تلمح إلى تهديد غير مسبوق، مع ما حدث اليوم أعني بعد الاستعراض، هل هذا السيناريو والتهديدات من قبل الفصائل لا زالت قائمة؟ الاستمرار بحالة هو تهديد، وأن دل على أنه أنا موجود وأنا مؤثر أكثر فاعلية، وأتيت برئيس الوزراء ليحضر هذا الحشد أو هذا الاستعراض. إذا الحركة التي قام بها الحشد من استعراض عسكري وهو سابقة خطيرة لم تألفها الدول ولم يألفها العراق، ولم يكن هذا جزء من جيش مهني بالمرة، ولكنه قوة أخرى مناهضة ومنافسة ومؤثرة سلبا في الوضع العراقي على الصعيد كافة. نعم أود أن أشكرك الخبير الأمني قحطان الخفاجي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك على انضمامك إلينا.